الرحمن الرحيم. كان الاداء كنعتقد كان جيد بالنسبه للفريق ديال الفتح، اللي من الملاحظه انه كيتشكل الاغلبيه الساحقه اليوم ديال الشبان، ديال فريق الامل اللي طلعوا هذا السنه، وكان العدد ديالهم تقريبا 10 ديال اللاعبين. كيشفتوا من غير الزرهوني والجهدي والباس اللي دخل حتى الاواخر ديال الشوط الثاني، فهادو كلهم عناصر اللي شابه ولاج ديالهم يعني جد صغير. فهذا منتوج ديال الاكاديمي ديال الفتح اللي بدات 2016، فبعد المرور دابا ديال 5 سنوات فالمنتوج بدا كيبان. بدينا كنعتمدوا على فريق ديال الابناء ديال المدرسه، الهدف ديالنا هو انه ان شاء الله يكون مانتيا وواحد الرتبه محترمه، ولكن الهدف الاسماء هو نربح ان شاء الله فريق كبير في المستقبل ابتداء السنه المقبله ان شاء الله. وشكرا. سي مهدي، شنو كتمنى لك المباراه ديال اليوم، النتيجه اليوم لانتزاع التعادل من امام فريق الرجاء البيضاوي بالمركب الرياضي محمد الخامس؟ مقابله ما كانت سهله، ولكن الحمد لله حنا كنا داخلين عازمين اننا نجيب واحد النتيجه ايجابيه، وداك الشيء اللي تاثر لنا، والحمد لله بقينا مامنين بالحظوظ ديالنا حتى الاخر وجبنا التعادل. يعني كتبان لك هذه التشكيله الجديده وهاد اللاعبين الجدد قادرين انهم يمشيو في هذا السياق ديال النتائج الايجابيه؟ هادو كيبقاو اختيارات ديال المدرب، على العطاءات ديال اللاعبين ما علينا الا ندخلوا ونقدموا 100% وداك الشيء اللي علينا والكمال على الله. مبروك، واشرك كلمه للجمهور ديالك. واشركم كاملين وكاع الضباط. ضروري، ديجا كان معنا في ليسبوار، عارف لي كاليتي ديال كل واحد. شي كلمه للجماهير. كنشكر الجماهير المغربيه كاملين اللي خارج الوطن وشعب الوطن، الله يسهل عليكم، عيد مبارك سعيد. السلام عليكم ويا الله ورمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه. معكم طريق ود قزار فنان شعبي وطريق ود زكرم الثنائي. تحيه للوليدات الخضراء وتحيه للوليدات الفتح، وخا اخوكم ودادي. عجبني الماتش وتفرج فيه اليوم، والله يسهل على الدراري كامل. شكون غتشجع؟ غنشجع ود صاحبي وفاميلتي اسامه الراوي، وتبارك الله عليه، والله يجعل ربي يسهل عليه. الاب ديال وسيدي رمضان الكريم، وعيدكم مبارك سعيد، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله للرجاء ولا الجيش الفتح، كنتمنى لكم التوفيق وشكرا. كيفاش كتشوف الحكم ديالك؟ وانا فخور جدا، انا فرحان به، الله يسهل عليه، والله يسهل عليهم كاملين، كلهم وليداتنا، كلهم كنبغيهم كاملين، لا رجاء ولا الفتح، كلشي ولا الوداد، كلهم خوتنا. هذا هو اللي كاين، وشكرا، عندكم مبارك سعيد. تحية لكم وتبارك الله عليكم. مقابلة اليوم بكل صراحة، التعادل اللي دار فريق الرجاء البيضاوي اليوم في ملعب محمد الخامس بمثابة بطعم الهزيمة، كنا طامحين أن نحققوا نتيجة الفوز في ظل الظروف اللي كيعيشها الفريق الأخضر بعد الإقصاء أمام الجيش الملكي في مقابلة كأس العرش. كان الرجاء البيضاوي كان طمح لتحقيق نتيجة إيجابية من اجل انه يرفع المعنويات، ومن اجل انه يعطي واحد لوبوس لمقابله الكاس الاتحاد الافريقي امام فريق الجنوب الافريقي يوم الاحد. للاسف فريق الرجاء البيضاوي استطاع انه يجري الجوله الاولى بعد طرد اللاعب ديال الرجاء البيضاوي. فريق الرجاء البيضاوي تراجع شويه للخلف، للاسف تلقينا هدف في الدقائق الاخيره. التعادل كما قلت بطعم الهزيمه، نتمنوا ان فريق الرجاء البيضاوي يستعد المعنويات ديالو باش يمشي للادغال الافريقي ويحقق لنا نتيجه ايجابيه في كاس الاتحاد الافريقي. وشكرا. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.